أمطار محافظة هرب اليوم الثلاثاء 25/5/1442 هجري. ما شاء الله تبارك الله. فضلك علينا يا كريم، الحمد لك والشكر لك والفضل لك يا ربنا، ما غيرك أحد إلا علينا فضلي العدل العظيم، ما غيرك أحد إلا علينا فضلي العدل العظيم. حمد كثير لي بك من عظمتك لهنا، أنت الذي فزعتك وعونك يطيب بها السقي، وانت الذي نرفع لك الايدي رجا وتمدنا، سبحانك بنور الفرح تجلى غذا الحزن العتيم، سبحانك بنور الفرح تجلى غذا الحزن العتيم. يا مبدل الارواح